نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا، ينضم إلينا من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور. سيد شلومو، أهلا بك معنا. بداية دعنا نأخذ منك ربما قراءة سريعة في هذه النتائج الأولية لهذه الانتخابات، والتي على ما يبدو ستكون شبه نهائية بتقدم الآن معسكر نتنياهو. نعم، النتائج ستظهر من مساء اليوم، وهي بمثابة شبه نهائية كما تفضلت وذكرت. معسكر نتنياهو يضم 65 نائبا، معسكر لبيد المعارضة الوسط واليسار يضم 50 نائبا. القائمتان عربيتان ستحصلان على 10 مقاعد. من ميزات هذه النتائج، حزب اليسار الإسرائيلي الصهيوني ميرث هو خارج دائرة الانتخابات، لم يفز بأي مقعد، لم يجتاز نسبة الحسم، كما هو الحال بالنسبة لقائمة عربية أخرى برئاسة سامي أبو زهدة الذي لم يجتاز أيضا نسبة الحسم. أي هناك خارطة سياسية حزبية إسرائيلية جديدة قد ترافقنا لمدة الأربع سنوات قانونيا القادمة. وبذلك قال الناخب الإسرائيلي بأنه حسم الوضع بعد 5 جولات من الانتخابات خلال أقل من 4 سنوات. أي الناخب الإسرائيلي قال كلمته، وحكومة نتنياهو قد تبدأ المشوار. أعتقد بأنها سيكون مشوار طويل مليء بالمطبات وأيضا بالتغيرات والتساؤلات وعلامات الاستفهام أيضا، وهذه طبعا سنتناولها خلال هذا الحديث. بكل تأكيد، دعنا نبدأ ربما بالتساؤل الأول سيد شلومو، ماذا على صعيد هذه الحكومة وكيف سيكون شكلها، وما الذي يعنيه اليوم عودة نتنياهو إلى السلطة، خاصة بأن هناك حديث وتعويل من قبل نتنياهو على يعني شخصيات من أقصى اليمين، منهم اليوم يتردد كثيرا اسم تمار بن غفير، والذي على ما يبدو هناك تعويل من نتنياهو عليه. بماذا تنذر هذه الخطوة وشكل هذه الحكومة على الصعيد الداخلي اليوم الإسرائيلي أولا؟ علينا نأخذ بالحسبان بأن هذه نتيجة قرار الناخب الإسرائيلي، ولذلك فرض على نتنياهو على الخارطة السياسية وضع جديد لم نواجهه من قبل. بن غفير حصل وهو يتمتع الآن ب 14 مقعدا، أي أنه الحزب الثالث في من حيث الحجم، وله مكانة في أي تشكيل ائتلافي حكومي قد يشكله نتنياهو في المرحلة الأولى، وأؤكد في المرحلة الأولى، وربما قد تواجه نتنياهو في المستقبل مصاعب دولية أو داخلية إسرائيلية، وعندها ربما قد يعيد الحسابات من جديد ويضم عناصر أخرى مثل بيني جانتس الذي فاز ب 12 مقعدا فقط، وأعلن حزبه أمس بأنه سوف لا ينضم إلى حكومة نتنياهو. ولكن أعتقد بأن شخصيات على غرار جانتس وشخصيات أخرى سوف لا تلتزم لمدة طويلة مقاعد المعارضة الخلفية، ولذلك ربما قد التطورات المستقبلية قد تفرض على نتنياهو إعادة تشكيل الحكومة. ولكن نعود إلى التشكيلة الحالية المتوقعة، وهي قد ترتكز على بن غفير وعلى الأحزاب اليمينية والدينية الأخرى. نتنياهو قرر عدم تسليم الوزارات الهامة خاصة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والأمن الداخلي والأمن إلى أحزاب أخرى، بل سيحتفظ بها إلى حزب الليكود. حدثنا عن مقاطعة سيد شلومو، خاصة بأنه كان هناك حديث بأن بن غفير قبل الانتخابات قال بأنه سيطلب حقيبة الأمن الداخلي، بالتالي في ظل ما تتحدث عنه ربما هذا ما ستتجه إليه الأمور بحيث تشكيلة الحكومة. كيف سيؤثر هذا على الملفات المهمة اليوم؟ نتحدث ربما عن موضوع السلام مع الفلسطينيين، موضوع ملف إيران، وحتى موضوع ترسيم الحدود مع لبنان. لا
لنبدأ بالموضوع الفلسطيني، أعتقد بأن المهمة الأولى لأي حكومة إسرائيلية سواء الحكومة الحالية التي أو حكومة نتنياهو يهمها موضوع الأمن، استتباب الأمن من منطلق العلاقات مع السلطة الفلسطينية والاستمرار في التنسيق الأمني. أعتقد أن حكومة ولا شك أن حكومة نتنياهو ستستمر في هذا النهج، أي الاستمرار في التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، مع دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجال الأمني، وضبط الأمور الأمنية في ضوء التدهور الأمني الذي ترى خلال الأشهر الأخيرة. في الموضوع الإيراني لا شك أن هذا هو موضوع قد ينتظر نتائج الانتخابات الوسط الأمريكية، وسيعود مرة ثانية إلى صدارة الاهتمام الدولي والإسرائيلي. أعتقد أن هناك أدنى قاسم مشترك يجمع نتنياهو مع الإدارة الأمريكية هو معالجة هذا الموضوع. وأعتقد بأن أيضا فيما يتعلق بالموضوع اللبناني والاتفاق، هناك نتنياهو عدل عن تصريحاته الأولية. أي حكومة إسرائيلية قد تلتزم بالاتفاق، وأعتقد بأنه على المستقبل القريب سوف لا نرى تغيير جذري عن السياسة الإسرائيلية الحالية. شكرا لك سيد شلومو غنور على المشاركة معنا، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من القدس.